الحقيقة نجاحات اقتصادية كبرى بتحققها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية الضخمة واللي بتتنوع ما بين المدن الجديدة والإسكان والطرق وغيرها كتير، واللي كانت من ضمنها مدينة العالمين الجديدة واللي شهدت العديد من المشروعات التنموية السياحية المختلفة خلال السنوات الماضية في عهد طبعا القيادة السياسية الحالية. خلونا نشوف مع بعض أوجمانتد مع زميلتنا ليلى عمر عن المدينة الجميلة الساحرة مدينة العالمين الجديدة واللي تحولت لمدينة مدينة عالمية على البحر الأبيض المتوسط. أهلا بكم. سبع سنوات كانت كافية لتظهر إلى النور مدينة العالمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع الذكية. فعلى مدار عامين ونصف من الجهود الكبيرة نجحت الدولة في إزالة الألغام التي كانت تشكل خطراً على البشر والتنمية بالمدينة. وبعد صدور القرار الجمهوري رقم 108 لعام 2018 بإنشائها، بدأت مرحلة جديدة من العمران والتنمية بالمدينة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد. حدود مدينة العالمين الجديدة تبدأ من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 48,917 فدان. المدينة تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح على الطريق الدولي الإسكندرية مطروح، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة. هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتضم مراكز تجارية عالمية وأبراجاً سكنية وسياحية. العالمين الجديدة مدينة متكاملة وتشمل جميع الأنشطة السكنية، وبها مناطق ثقافية وسياحية وصناعية وبحثية وجامعة أهلية وفنادق عالمية ومقران للرئاسة ومجلس الوزراء. القطاع السياحي بالمدينة يضم 12 منطقة، أبرزها منطقة بحيرة العالمين ومركز المدينة والحي السكني المتميز وحي حدائق العالمين والمنطقة الترفيهية وغيرها من المناطق. للمدينة كورنيش عالمي بطول الشاطئ على امتداد 14 كيلومتراً، وهو ما يماثل كورنيش الإسكندرية. ومن أبرز معالم المدينة شاطئ العالمين المجاني الذي يعد من أجمل الشواطئ المطلة على حوض البحر المتوسط. أبراج مدينة العالمين الجديدة يصل عددها إلى 33 برجاً بارتفاع 40 طابقاً، ويضم كل برج 230 وحدة سكنية، ويقدم المشروع واجهة ساحلية مميزة للمدينة الجديدة. العالمين الجديدة تضم 10,000 وحدة سكنية تنقسم إلى شقق إسكان اجتماعي وشقق إسكان متميز لتستوعب المدينة بذلك مختلف فئات المجتمع. مدينة الفنون بالعالمين الجديدة تقام على مساحة 260 فداناً وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة. كما تحتوي المدينة على مركز طبي عالمي للعلاج الطبيعي والاستشفاء على مساحة 44 فداناً، ويضم مراكز تجارية ومعارض وملاهن ومجمع سينمات ومسارح ونوادٍ رياضية وخدمات إدارية. ولربط المدينة يجري تنفيذ قطار كهربائي فائق السرعة تصل سرعته إلى 250 كيلومتراً لربط مدينة السادس من أكتوبر بالعالمين الجديدة بطول 221 كيلومتراً بموازاة طريق وادي النطرون العالمين. مدينة العالمين الجديدة تنفرد بمميزات نسبية عن مثيلتها من المدن بفضل موقعها المميز الذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، كما تمتلك شاطئ يداعب مياه البحر ذات اللون الفيروزي ليرسم صورة عبقرية تجمع في خطوطها لوحة فنية تتجلى فيها الطبيعة الخلابة الساحرة في أبهى صورها.